مساء الخير والجمال. وصلنا لفقرة الوصفات الطبيعية. تعالي النهارده وصفتنا يمنيه، النهارده جايبين وصفه من اليمن. اه حلوه جدا. اسمها ايه بقى؟ هنعمل وصفه لتتقيل وتطويل الشعر بالسدره اليمني. هقول لكم بقى القصه سريعا كده. كان عندي واحده صاحبتي يا ايناس شعرها طويل جدا وتقيل وجميل جدا بجد، يعني ما شاء الله. فكنت دايما عايزه كل ما حد يسالها ما ترضاش تقول، فقلت لها لا بقى انا لازم اعرف انت بتعملي ايه. فقالت لي احنا عندنا في اليمن بنعمل كل شهر لازم مره في الشهر وصفه نبات السدر. فانا قلت بقى ان انا لازم اجيبه واجربه ونشوف هو بيعمل ايه للشعر، وممكن نضيف عليه ايه كمان من الزيوت الطبيعيه والحاجات الطبيعيه، نضيف له حاجات فيدينا افكت اكتر للشعر. برافو عليك. هو ده نبات السدر، هو شبه الحنه كده. شبه الحنه جدا. بس هو مش بيدي لون خالص، يعني ما نخافش ان احنا ما نحطه على شعرنا هو يعمل لنا لون زي لون الاحمر، ما الحنه بتدينا لون احمر. لا هو مش بيدينا اي لون خالص، بنجيبه من عند العطار. بتجيب الكميه تقريبا اللي ممكن، انا جبت مثلا الكميه دي تكفي شعر زي شعر ايناس كده مثلا، او ممكن نزود عليها شويه كمان. تمام. فوائده كتير جدا، هم فيه مضادات اكسده، فيه فيتامين كتير قوي للشعر، بيتقل الشعر جدا، بيطول الشعر، كمان بيمنع الناس اللي عندها قشره في راسها وحساسيه في فروه راسها، ده بيقللها جدا وبيمنعها تماما. بيعالج حشرات الشعر، الناس اللي بتبقى لو في بنتك صغيره وبتجيب من المدرسه مثلا شعرها بيبتدي يملى حشرات شعر ولا حاجه، ده بيقللها جدا، بيطري الشعر وبيدي لمعه بقى فظيعه قوي. ده حلو. طب انت معاكي كذا حاجه، يعني شايفه هنقول بقى ده تقريبا عسل. العسل والزيوت بقى اللي احنا هنحطها عليه النهارده. الوصفه اللي انا عملتها النهارده، عملت وصفه ايه يا ايناس؟ انها تقل الشعر وتطوله بسرعه جدا، وكمان تديله بقى انها تطريه وتخلي فتله الشعرايه حلوه جدا، وكمان مكان الصبغه، مكان بعد الهيشان والبول والنشفين وكده والبحر والشمس. هي نبات السدره لوحده لو اتحط لوحده كده، اتخلط بميه اتحط لوحده بينشف شويه، بيخلي الشعرايه زي عليها كده طبقه، فبتبقى قويه جدا، بيقوي بصيلات الشعر لكن بتنشف شويه. طيب نعالج ده ازاي؟ في ان احنا حطينا الزيوت اللي احنا النهارده هنقول عليها. انا عامله ميكس من الزيوت خروع، جوز هند، وارجان. ليه دول؟ ارجان طبعا فظيع جدا للشعر، بيطول الشعر بسرعه جدا، ارجان مغربي بيطريه جدا، بيديه لمعه قويه قوي. جوز الهند كمان مفيد للشعر الجاف جدا، فجوز الهند مع السدره لانها بتنشف هيعملوا معادله كده انها ايه، تطري الشعر بالظبط. مطريه خصوصا مع العسل. والعسل كمان، وعايزه بقى اقول لك ان كمان ممكن تضيفي عليه زبادي، بيخلي كمان الشعر تحفه. الوصفه كمان كلها على الشاشه. دي المقادير. هنعمل ايه بقى؟ انا جايبه دي حوالي 4 معالق كده من نبات السدره، ماشي، هحط عليهم معلقتين كبار عسل. ممكن نخلط العكس عشان العكس بقى، عشان العسل مش هينزل. هنخلط معاهم نبات السدره، يبقى نجيب العسل الاول وبعد كده نحط عليه نبات السدره. بعد كده نحط عليهم خليط الزيوت. خليط الزيوت تقريبا انا حاطه حوالي 3 معالق من كل نوع زيت. تمام. اللي هو الخروع، زي ما قلنا لو حد شعره جاف جدا ممكن يضيف عليها علبه زبادي على الخليط ده كده، علبه زبادي. عايزه اقول لك انها وصفه تحفه بجد، يعني لما جربتها. انت بنتي نجيب السدر ده منين؟ النبات ده موجود عند العطارين كلهم، يعني اي عطار. بس هقول لك بقى حاجه، السدر عموما بيبقى فيه حاجه زي الخشب كده، بتبقى فيها حتت خشب رفيعه صغيره، يعني انت بتقولي له بقى اطحنها وبتديني سدره ناعمه، يعني تقولي له اديني سدره ناعمه مطحونه كويس جدا، علشان الخشب ده بس بيبقى متعب شويه في غسيل الشعر. يعني بتقف شويه في غسيل الشعر. تقعدي بقى تقلبي كده، تخلطها بقى كويس جدا لحد ما تبقى زي الكريم كده. طيب احتاجنا شويه، ممكن نزود شويه ميه كده عشان نخليها شكلها كريمي اكتر. وبعدين نبتدي بقى ايه، نوزعها على الشعر، بنعملها مره واحده بس في الشعر. بس ايه بقى، تعمليها برضو في الفروه ولا في فروه الراس؟ طبعا دي هي حلوه جدا جدا لفروه الراس، زي ما قلنا بتقوي بصيلات شعرها، بتغذي البصيله بتاعت شعرها، بتعمل يعني تغليفه كده يا ايناس على الشعر. يعني ولا من اول بصيلات الشعر لحد اطراف الشعر، هي بتعمل زي كل الشعر، يعني ده كل الشعر. ايوه كل الشعر بتعمل، بتغلف الشعرايه. انت لما بتغسلي شعرك من اول مره هتحسي ان شعرايه تخنت بتاعتك، ودي كمان حلوه جدا للبنات اللي بتشتكي من ان شعرايه ضعيفه بتتقطع. وفي بنات عندها الشعرايه نفسها ناعمه جدا وضعيفه جدا فبتتقطع بسرعه قوي. هو بيعمل ايه بقى؟ الخلطه دي بتخن الشعرايه، تحسي انت الشعرايه بتاعتك تخنت، وفي عارفه اللي هو ايه بقى، الطريه. أيوة. متغذيه وتقيله كده، يعني الشعر بقى فيه كثافه. بصي هي بقى ده شكلها،
شايفين كده، ده بقى شكلها طريه جدا وناعمه جدا. هبتدي اعمل ايه بقى؟ احطها على شعري كله من فوق لحد تحت والبس بونيه واسيبها حوالي 4 ساعات، وبعد كده بغسل اربع ساعات. هي عامله زي الحنه كده، بس كل ما بتقعد على الشعر كل ما بتغذيه اكتر، كل ما بتفيده اكتر. بنعملها مره واحده بس في الشهر كفايه قوي، وبعد كده ابتدي اغسل شعري، وبعدين ابتدي بقى انشفه عادي جدا. لو حسيتي ان شعرك فيه شويه، هي بتبقى غسلها صعب شويه، اغسليه تاني مفيش مشكله، بس هتلاقي نتيجه حلوه جدا جدا منها. بصي هو ده بقى شكلها اهو. دي كانت انتي برضو عارفه اللي هو ايه، انا بحب الناس تقعد تفكر وتخترع. يعني ده بينشف الشعر، لا اخترتي كمان زيوت جنبها، زيوت جنبها عشان تطري الشعر، عشان وقت ما تلاقي ان شعرك ناشف لا تكون انت عامله. بصي هي ممكن تبقى حلوه جدا يا ايناس لو حد شعره دهني، فانا ممكن لو خلطتها مثلا بنوع زيت واحد بس، زيت زيتون كده، وحطيتها على شعري مش هحس ان هو نشفت قوي. لكن لو حد شعره جاف، لا هتحس ان هي ممكن تكون شعرها تقل شويه لكن نشفت. طب لو انا عندي تساقط بقى كتير جدا، عايزه اضيف على الوصفه دي، ممكن اضيف ايه؟ ممكن اضيف الجرجير، ممكن اضيف زيت الثوم، كل الزيوت اللي احنا مفيده للشعر انا ممكن اضيف منها مفيش مشكله، واحطها عادي جدا. كلها حاجات بتغذي الشعرايه ومفيده جدا. هلاقيها عند العطارين، بس زي ما قلنا ان احنا نبتدي نسال على السدره الناعمه، السدره المطحونه، والسدره اليمنيه او يطحنها عادي، والسدره اليمنيه، لان في بعض برضو العطارين، خلي بالنا برضو ان في بعض العطارين بتبقى بيبقوا حاطين حاجه على حاجه فبتبقى مغشوشه، يعني ما بتبقاش بيور. لا السدره اليمنيه الخام البيور، شبه الحنه بالظبط، شبه الحنه بالظبط، بس هي مش بتعمل زي ما قلنا لون خالص. حلوه قوي للاطفال، حلوه جدا للرجاله، يعني انت ممكن تعمليها لجوزك مفيش مشكله، وتحطيها له ويقعد برده بيها 4 ساعات كده يغسلها، وخصوصا الرجاله عندها صلع والشعر ابتدى يقع، عندها حكه في فروه راسها، عندها التهابات في فروه الراس. ايه لما قلتي الاطفال برده الحشرات وكده، الحشرات بيروحوا المدارس ووقت الدراسة بتبقى صعبة جدا، وملهاش علاقة نهائي بنظافة البيت أو اهتمام الأم. لا ممكن هو غصب عنك بنتك تيجي من بره جايبة الحشرات دي في شعرها، حاجة خارجية، فانت اعملي ده هيفيدها جدا في ان هي شعرها يبقى نظيف، فروة راسها ما تبقاش فيها التهابات. وكمان شعر الأطفال بينمو زينا بالظبط يا إناس، يعني محتاج عناية، محتاج وصفات، ما بقاش بس على شامبو والبلسم اللي أنا بعملهم، لا اعمل حاجات مختلفه. حبيت النهارده ان انا اعمل لهم الوصفه دي، ان احنا نجيب ايه حاجه كده برضو ما اتقالتش قبل كده. هي حاجه جديده ممكن علينا احنا كمصريين، لكن هي في السعوديه وفي اليمن معروفه جدا. يعني انا عشان كده على فكره بنلاقي شعورهم حلوه جدا وناعمه وبتطول، حتى في شرق اسيا هتلاقي شعورهم حلو جدا. انا اول ما جربتها كمان كنت في السعوديه، وعشان كانوا اصحابي كتير جدا هناك سعوديات واليمنيات بيعملوها زي ما قلت لك، وكنت بقى بسالهم فتقولي لا ده احنا عملنا كده، قلت لا انا لازم بقى اجرب. بس هي فعلا حقيقي حلوه جدا، فضلتي وراها لغايه فضلت وراها، بس اول مره عملتها حقيقي نشفت شعري علشان هي كانت لوحده. لكن هي مع الزيوت بتبقى مفيده جدا جدا، بتاخد الافكت بتاع الزيوت اكتر، بتقعد وقت اكتر، بتمسك في الشعرايه بشكل اكتر، بخليها ان هي تبتدي تغلف الشعرايه. قلتي مره في بشكل الشهر اقوى بقى. مره في الشهر مش محتاجه، يعني لو حسينا انها متعبه شويه، لا يعني مثلا لو حسينا انه يعني نعرف ايه الافكت بتاعها او تاثيرها. بصي اول مره هنلاقي ان الشعرايه ابتدت تكون تخينه، وابتدت الشعرايه انت اول مره شعرك كتير، يعني حاسه في كثافه في الشعر، هتلاقي شعرك طري جدا بيلمع جدا، لكن مع الوقت هتلاقي الطول والتقل بقى مختلف جدا. بعد نقول 3 شهور 3 مرات ورا بعض. في ناس بتقدر انها تعمل ده، يعني في ناس شايفه ان ده متعب جدا فهي مره في الشهر كفايه قوي، الايام بقت بتجري. وفي ناس شايفه انه لا انا اقدر اعمل ده، فانت اعملها مرتين في الشهر بس، يعني ماكسيموم مرتين في الشهر. اقصى حاجه ان هي تقدر تعمل. بس هي هتعجبكم جدا، حلوه جدا، بتطول الشعر بسرعه قوي، بتفيد الشعر وبتطريه جدا، مفيده جدا للاطفال. جربوها بقى ابعتوا لي قولي لي ايه رايكم. يعني مفيش صراحه يعني اكتر من كده جمال طبيعه زي ما احنا بنقول، جمالك من الطبيعه. طبعا هو طبعا حلقتنا خلصت للاسف. يعني اتمنى تكون حلقتنا كلها تكون استفدتوا منها، واكيد طبعا لازم تتابعونا من يوم السبت ليوم الثلاث من 6 ل 7، وطبعا اشوفكم بكره على خير وفي حلقه جديده من جمالك.